وافق البرلمان الألماني على دعم المفاوضات الهادفة لحصول اليونان على حزمة مساعدات ثالثة بعد تحذير المستشارة الألمانية أنجلا ميركل أن البديل عن مساعدة اليونان هي الفوضى، وأن فكرة خروج أثينا مؤقتا من منطقة اليورو لن تجدي نفعا في حل الأزمة. ودعم 439 نائبا بدء المحادثات مع أثينا في مقابل رفض 119 وامتناع 40 عن التصويت. أدعو الجميع الموافقة على المحادثات. أنا والحكومة الألمانية لم نختر الطريق السهل للخروج، نعتقد بإمكانية وجود فرصة لتحقيق المفاوضات نهاية ناجحة، هكذا يقول وزير المالية الألماني فولغانغ شويبلا. وتتزايد الشكوك الشعبية في ألمانيا، أكبر دول منطقة اليورو المساهمة في حزمتي الإنقاذ السابقتين لليونان، بشأن جدوى تقديم المزيد من المساعدة لأثينا.